نحن مفوضون في دين الله حتى ندعو إلى تقارب الأديان. إذا تم هذا تشطب قلوب الله واحد من المصحف، لأن فيها لم يلد ولم يولد. وهم يقولون المسيح ابن الله، إذا كان هذا تشطب فاتحة الكتاب من المصحف، لأن فيها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والضالون هم النصارى كما قال ابن أبي حاتم، بل حكى الإجماع على ذلك أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. نعم، وهكذا الآيات التي فيها ذم النصارى. أي نعم، أنا أظن يا إخوان بعد أيام إبليس يطمع في هؤلاء ويقول أدخلوني معكم في وحدة الأديان. أي نعم يا إخواننا، الله المستعان، الله المستعان.